تعجز الكلمات في هذا المقام عن الحديث، ولكن أقول يا ليتني كنت مكانه ويا ليتني أفديه بنفسي وزوجي. الله أكبر. أو يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. هذا المقام ليس بمصيبة أبدا، بل هي منحة ربانية. حينما يصطف الله عز وجل أولياءه بعد طول عمر وحسن عمل، ولا نزكيه على الله، عرفنا الشهيد القائد إسماعيل هنية منذ زمن بعيد، لم يبدل ولم يغير ولم يقصر ولم يسلم ولم يستسلم، بل إن الشهادة كانت هي الأمنية، الشهادة كانت هي المطلب. كيف لا وهو يعلم أن هذا المقام مقام عظيم عند رب العالمين؟ فهو الآن ولا نزكيه على الله، فنحن شهداء الله على خلقه وعلى عباده. فهو الآن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يمت، هو حي باق، روحه ترفرف في السماء في حواصل طير خضر ينتظر النصر والتمكين لهذه الأمة المحمدية. لحق بإخوانه الشهداء أحمد ياسين وعبد العزيز الرئيسي وصلاح الشهادة وإبراهيم المقادمة، وليس بآخر صديقه ورفيق دربه الشيخ صالح العاروري. هؤلاء هم أعلامنا وهؤلاء هم رجالنا، هؤلاء هم شهداؤنا، ونعلم أن دماءهم لعنة سوف تحرق هؤلاء الظلمة الطغاة. نعلم أن الله عز وجل سينتقم لهذه الدماء الزكية. إن الله يغار، إن الله يغار، إن الله يغار على هذه الدماء وهذه الأشلاء. ولكن هي مرحلة ليميز الخبيث من الطيب، وهي مرحلة ليعلم من يصدق ومن يركن، من يجاهد ومن يخذل، من يقاتل مع أهله وإخوانه في غزة وفي فلسطين، ومن يكشف ظهرهم ويعري صدورهم. يا شيخنا، نم قرير العين، فإن لك إخوانا وأهلا سينتقمون لك، وسينتقمون لإخوانك، ولن يجعلوا الأسرى والمسرى في قبضة يهود. ونقول للنتن ولمن يقف معه ووراءه وأمامه، إن أيامك معدودة، فإن حربك ليست مع حماس، إن حربك مع الله. رب العالمين هو المنتقم الجبار. افرح اليوم واضحك قليلا وستبكي كثيرا، وستعلم أيها المجرم أي
منقلب ستنقلب. نحن نؤمن بوعد ربنا وبنصرة ربنا وبجند ربنا، ونؤمن بنبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيام معدودات، وسوف نرى بحول الله عز وجل وقوته انتصارنا عليك أيها النتن. فمهما حاولت ومهما فعلت فإن غزوة الأحزاب حاضرة، وإن سورة الأنفال قائمة، وإن جند القسام في الميدان. لك النصارى